بيان تيار المستقبل جاء ردا على مزاعم قناة حزب الله التي حاولت الترويج لفتنة مذهبية، فما هي الصورة الحقيقية لأعمال الشغب التي تولاها عناصر حزب الله؟ تواصل وحدات الجيش اللبناني انتشارها في المناطق التي شهدت أمس أعمال شغب وانتهت باستشهاد مواطن وجرح 13 آخرين. أمين عيتاني عنصر في قوى الأمن الداخلي استهدفه القصف الإعلامي لقناة حزب الله في إطار الحملة على قوى الأمن وصوره على أنه المعتدي، إلا أن الحقيقة عكس ذلك. يعني قاعدين على باب المحل من بره فجأة بيتضموا علينا كذا شاب، يعني بدك تقول 20 أكتر كمان. شو عم تعملوا هون؟ مش عم تعملوا هون؟ يلا ما بدنا ولا واحد هون. كيف ما بدكم ولا واحد؟ يلا ما بدنا ولا سن كمان، هيك صار يقولوها، يعني ما بدنا ولا سن بالمنطقة. قال لي انت شو عم تعمل هون؟ قلت له عسكري. قال لي عسكري؟ دار خبيط، مسكوا عصي وبلشوا خبيط. فجأة واحد كمان بيطلع مسدسه بقوسني، كان بعد 5 متر تقريبا بينه وبينه. بزيح بتجي برابطي، ما حسيت فيها بنفس الوقت يعني. هلا شلت فردي، حسيت انه في عسكري انه ما فردي، حسيت انه اذا قوست انه ممكن يهربوا. قمت فردي وصرت اقوس بالهواء. قوست طلقتين فرقوا هربوا يعني. وصلوا على المحل كسروا ازاز المحل، تعدوا وهجموا على الوالد كمان وجه معلم، خبطوا كتر الخبيط وازاز وهارب الارض من كتر القواص وهيك. بس انا عندي بس انه الدوله بتاخذ لي حقي. مناطق عدة في العاصمة بيروت مثل أصأص وحي العرب وغيرها تحولت إلى ضحية لاعتصام حزب الله وحلفائه حين اقتحمها عناصره وألحقوا الأضرار بالمحال والمؤسسات التجارية والسيارات واعتدوا على المواطنين الأمنين. أبو تامر واحد من أصحاب المحال المتضررة. فينا احنا ما مشت العالم، بلشت فينا احجار وعصي عم يتعدوا علينا هيك الليل بالله. ليش تعدوا علينا على المنطقه؟ لانه احنا حاطين على تيار المستقبل. يعني عاده كل يوم عم يمروا عم يسبوا الشهيد الحريري وعم يسبوا الشيخ سعد وعم يسبونا لانه عم يسبوا السنيه، وما خلوا الامام عمر وما خلوا حدا من صار يسبوه. قوى الجيش تمكنت من توقيف 3 سوريين على سطح مبنى بالقرب من جامع الخاشقجي في منطقة أصأص بعدما رشقوا المتظاهرين بالحجارة والسكان المنطقة.